بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هذا السؤال يجي في إطار معاناة يعيشها الشعب الموريتاني منذ 14 سنة، به اللي خالق مواطن موريتاني شريف للأسف الشديد نقولها بمرارة سلم، هو الإنسان الوحيد اللي سلمته بلاده لياك يعطي 14 سنة في سجن غوانتانامو سيء الصيت. هذيك التهم اللي وجهت له موريتاني وحقق معاه وسلم، معناها هي الأخرى ما هي خالقة، محمد دوما هو متهم. وللأسف يحز في نفسي نبلغكم ونبلغ الحكومة من خلالكم ونبلغ هذه الغرفة الموقرة من وراها الشعب الموريتاني عن محمد دولو السلاحي، رغم أنه هو السجين الوحيد اللي سلمته بلاده، هو السجين الوحيد كذلك الذي لم تسأل عنه بلاده ولا حكومة بلاده إلى الآن. ونين نقول لهم بلاده؟ نتكلم عن الحكومة. المحققين قالوا لمحمد دولو السلاحي حكومتك ماذا تسولت عنك؟ آخر اتصال مع محمد دولو السلاحي عن طريق الصليب الأحمر قال هذا المعطى عن حكومته ما قد سولت عنه، هو من 2010 يلا موريتاني تسلم، معناها عندنا الشمل الأمور الأخرى اللي لاحقة بهذا الإهمال هي عن أسرة محمد دولو السلاحي. إلى الآن لم تحظى بلفتة كريمة من هذا النظام، لم يستقبلهم كما استقبل غيرهم من 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 من, من السجناء من ضحايا، استقبل أسرته للنجيب ومباركين له، مباركين لأهله للشعب الموريتاني إطلاق سراحه يقير بقى محمد دولو السلاحي. الحكومة ما الرئيس ما قط قابل أهله ولا قط ما قط أطلعهم ولا قط أطلعتهم الحكومة إلى عادهم شيء إجراء، والله هم متابعة، والله هم جهد مبذول ما قط أطلعهم عليه ولا قط نداروا في الصورة مهملين، ولا كأن محمد الصلاحي لابو محمد دولو السلاحي لابو وكيله. سيدي الوزير، بعد سنة ونص أو سنتين بشكل دقيق من حكم محمد عبد العزيز، قال الأسرة أهل النجيب عن يوم الخميس المقبل عن راه ولا ينطلق سجناء غوانتانامو، وإلى الآن لم يطلق سراح سجناء، لم يطلق سراح محمد دولو السلاحي، معناه إلى عادهم نختار وإلى عادهم إجراء. هذا هو محل السؤال سيدي الوزير، إلى عاد للحكومة الموريتانية عندها قناة تتصل بها، والله عندها إجراء، والله عندها متابعة في ملف محمد دولو السلاحي، يالتها تقولها للشعب الموريتاني ياك ما نعودوا نحسوا بالخجل والعار فعلا إلين يعودوا المحققين والقضاة والناس اللي مخول لها زيارة سجن غوانتانامو تقول عنا دولة. للأسف عبارة جات في يوميات محمد دوما هو اللي قايلها قيل ناقلها عن العالم الآخر اللي يستغرب ومستهجن عودان حكومة موري ما سولت عنه. قالوا له المحققين اللي عادوا حاسين عن سجن غوانتانامو عبء عليهم وعبء على قيمهم اللي مزيفة للأسف، قالوا له دولتك ساقطة. أنا نقول هون عن الشعب الموريتاني كامل يتألم المعاناة محمد دولو السلاحي، وعنا ما لنا دولة ساقطة للأسف، نختاروا حكومتنا تسمع لك العادين قال عنا وتعرف عنها قدام مسؤولية تاريخية. سيدي الوزير، محمد دولو السلاحي اكتب يومياته وانكتبت بمعظم اللغات الحية، ولا باقي حد في العالم من مشرقه إلى مغربه كامل ما يعرف هذا الظلم والمعاناة الجسدية والتعذيب والظروف الصحية اللي عيشها محمد دولو السلاحي. أنتم سيدي الوزير والحكومة اللي تمثلوها والنظام اللي صادرين عنه ومن وراكم الشعب الموريتاني، يالتكم تعود وصلتكم رسالة محمد دولو السلاحي وعرفتوا عنه موريتاني مواطن شريف نابغة عنه يعاني من هذه المعاناة، وعدلوا له عمليات جراحية، هو عنده أمراض مزمنة وعدلت له عملية في المعدة في وسط السجن، وعنده مرض في فقرات الظهر، وهو يتعرض لما يتعرض له من العذاب والإهانة اللي هي إهانة نحن الشعب الموريتاني. ونذكركم سيدي الوزير ياك تعرفوا عنكم أمام مسؤوليات تاريخية، وذكر السادة النواب بعلن الحكومة الموريتانية والنظام الموريتاني اللي سلم محمد دولو السلاحي أعطى 3 سنوات يدير معاناة أهل الصلاحي ويدير معاناة ودموع مريم مثل الوديعة اللي مشات وذهب بصرها حزنا على ولدها، ومنين مشات لقات الله ما قدرت تراه
ولا قديتوا تعطوه إجابة سيدي الوزير. هذا النظام اللي انتم منه مشات تتحسر حسيرة كثيرة ما رات إجابة عن ولدها في السجن غوانتانامو. أعطاه 3 سنوات يقولوا لهم عنه هون وموريتانيا، ويقبضوا من عندهم الملابس، ويقبضوا من عندهم المال، ويقبضوا من عندهم الغذاء، واهمينهم عن محمد والصلاحي هون هم تتعاطاه السجون العالم القذرة السيئة الصيت من الأردن الباقرام السجن غوانتانامو. سيد الوزير، الوزير الأمر بسيط، اللي له شهر الإعلام الأمريكي كامل تحدث عن باراك أوباما ما قد يقفل سجن غوانتانامو به ضغط الجمهوريين، يقير عادي دور يخليه، هذا راهو كتب عنه كل الإعلام، معناها يعطيكم الفرصة سانحة ياك تقدموا تقوموا بشيء ملموس في القضية عنهم ما هم قافلين، ويقير لا يخلوا الرعاية المساجين بدعوة كل دولة أنها تستلم رعاياها، هذا نكتب، والإعلام الغربي والإعلام الأمريكي ما في شيء مشحون، بالتالي هذا شفناه بالإعلام إلين ما تعدلوا شيء في هذه القضية، معناها عنكم هم الوحيدين اللي بيتوا تستلموا كيف ذوك اللي سلفكم اللي هم الوحيدين اللي سلموا. سيد الوزير، الحكومة تدعى دائما في بعض المناسبات العائلة الصلاحي ما قط الرئيس قبل يلقاها، قط لقى أخوه على هامش زيارة السيد الرئيس روسو ويقول عنهم القضية ما عدلوا فيها شيء وماشيين فيها. الغرب متقدم علينا إعلاميا والإعلام فيه ما في شيء مشحون، وبالتالي يقولوا عنه محمد الصلاحي. والأسبوع الأسابيع الماضية متصل أحد العناصر الناشطة في قضيته على المحامية الأمريكية وقالت له إلى الآن إلى حدها إلى هذه اللحظة ما في حراك من الحكومة الموريتانية ولا ما توصلنا بشيء يفيد أنهم إرادياك تستلم محمد الصلاحي. هذا نقوله مرارا للأسف الشديد. أنا هون عندي هذه الرسالة، هذه يوميات محمد الصلاحي، مشيت عائلة محمد الصلاحي للرئيس محمد عبد العزيز، ومن خلالكم سيدي الوزير نختاركم توصلوها له، وظاهر لنا أعلن بسيط جدا ننسجموا مع أنفسنا ومع ذاتنا الإنسانية، لا كإنسان يالتنا نعرف عن هذه قضية عادت وصمة في جبين عار موريتاني، وعن أنها ضاغطة على الشعب وعن كل حد يعيشه. محمد الصلاحي يلا يعود الكثير من الشرائح موريتان عنده الوفاء، الرئاسة هو اللي مركب فيها الاتصالات بالجامعة في أماكن كثيرة، ولين مشى طالب يدرس شرف موريتاني به اللي كان دائما هو الأول وكان متفوق وكان ذو تقى وذو ورع، بالتالي إنسان فرد صالح مواطن صالح، ولدرجة لحد الآن نقول بكل صراحة ونتكلم بعفوية بالموضوع ما هو مواضيع التسييس ولا هو مواضيع، محمد الصلاحي في إحدى مكالماته مع الصليب الأحمر قال عنه يعفو عن من ظلموه، يا غير قايلانا عن هذا ممثلين الشعب وعن الصادقين والإنسان اللي مؤمن بثقافة الإنسان لن يسامح من سلم محمد الصلاحي ولن يسامح من تخاذل وتنازل عن أنه يقدم شيء في سبيل هذه. وذكركم سيدي الوزير عنكم قدام مسؤولياتكم، يمكنكم قبضتوا القطاع أمريكا يدوروا الناس تستلم رعاياها واستلموهم، ونذكركم بعلن مازال فيه غدا حساب وعن ذوك اللي استلموا ذوك اللي استلموا محمد الصلاحي وذوك اللي تعاونوا معاه وذوك اللي هذا عن إلى ظل عدالة قدسية الأحكام والميزان. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا سيد الرئيس. ما أشكر النواب الموقرون وأذكر على الخصوص النائب زينب متتقي على طرح هذا السؤال القيم اللي فعلا يصب في اهتمامات الحكومة الموريتانية ويصب في اهتمامات أيضا الشعب الموريتاني، ولا أدل من ذلك أنكم نواب الموقرون قررت منذ وقت أن تعود فيه لجنة منكم أنتم اللي تمثلوا الشعب تعود مكلفة أنفسها متابعة الموضوع الهام،
وكما قلت أن قضية الأخ محمد الصلاحي أنها قضية هم الحكومة الموريتانية، وعلى أن هذه الأخيرة بدفع قوي من فخامة الرئيس محمد عبد العزيز ومتابعته الشخصية الأمور الوطن واهتمامه بكل موريتاني يسوى هون يسوى مرقب، ويسوى مشكلته شنهي اجعل على ان الحكومه فعلا انها هي زاد مولي نفس الاهتمام اللي عندكم وهو نفس الاهتمام اللي عندها. انا نختار شويه ننبه فقط على ان الصيفه اللي قدمت بها النائب الموقر زينب ومتتقي الموضوع للسؤال والمقاربة اللي تكلمت بها عنه اللاكي اللي يوحي بعلن الحكومة الموريتانية انها ضد هذا الأخ الكريم محمد الصلاحي وانها ضد كل ما من شأنه أنه يخفف من معاناته. نختار إلى عاد هذا الفهم اللي إذا هو ظهر للبعض نختار ننفي تماماً على أن الحكومة الموريتانية ما تقد أبداً تعود أي ضد أي مواطن موريتاني يسفه منه، واللي تسعى فيه هو العمل الجاد الحثيث من أجل رقي الموريتانيين، ويظهر هذا جليا في عملها وفي الإنجازات اللي تحققت تحت القيادة الرشيدة الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز. سياسته الدبلوماسية على الخصوص شهدت الأونة الأخيرة تطور كبير ومهم، وهذا بدفع من فخامة الرئيس طبعا. ونختار نقول على أن هذا التطور أنه الهدف الأساسي منه هو المواطن الموريتاني، لأن الحكومة الحالية وقالتها النائبة المحترمة الموقرة أنها ما عندها مسؤولية في ذا اللي خلق، ولا قطعات عندها مسؤولية في معاناة أي موريتاني يسوى هو من هو لا سيما محمد الصلاحي، وهذا يبرهن عليه الحال، لأنها ما هي مدخرة أي جهد يسوى هو شنو فن يحرر ينطل السبيل كل سجين سواء كان في غوانتانامو سواء كان في بلاد أخرى. ونختار نقول على أن هذا نتائج واضحة، على أن ماتنا خلعنا من السجناء غوانتانامو اللي فيه ما هو محمد الصلاحي، احنا آسفين طبعا عليه يا غير الأسف وحده ما هو مزيشي. ونختار نقول على أن ما أن مكتفين به بين اللي يوميا نعمله جادين من أجل على أن محمد الصلاحي ينطلق صراحة. والاتصالات اللي نعدلو متواصلة مع الجهات المعنية، وكيف قلت جبرت نتيجة فاتت
غير بالنسبة أن ما فهم راحة ولا فهم أبدا تقصير، يسوى هو شنو ويسوى اللي انطلص من سجنائنا في الخارج، أن نقدروا نقصروا ساعة واحدة ولا لحظة واحدة عن نواصلوا العمل الدؤوب من أجل طلق إصلاح محمد صلاح محمد صلاح. دوني منها الأسبوع اللي ده هو أنا شخصيا اتصلت رسميا بالجهات المعنية وأكدت لهم مجددا، أعلن الحكومة الموريتانية وأعلن فخامة الرئيس أنهم ما هم لا يسكتوا أبدا على معاناة محمد الصلاحي، ولا هم لا يسكتوا على معاناة حد ثاني يسوى هو من هو من أهل موريتانيا، وما صلين لاتصالات به، وإن شاء الله نأملوا أعلن نجبروا نتيجة مجددا كيف تنجبرناها في حال أحمد عبد العزيز، كيف تعرفوا اللي الحمد لله رجع للوطن الحبيب ورجع لأسرته الكريمة، وكيف تصحابه سابقوا، وإحنا كيف قلت لكم ما لنا لا هي نبخلوا أي جهد من أجل إن شاء الله أن محمد الصلاحي ينطلس. نختار نقول على أن فقط للتذكير على أن هذا السؤال فات انطرح علينا، على أن هذا لا يعكس اهتمام النواب ممثلين الشعب الموريتاني بالشعب الموريتاني، خصيصا بذيك الناس اللي منو عندها معاناة والله في حالات ما هي مرضية، وعلنا ما قط أبدا، وهذا ما فهمته من خلال اللي قالت النائبة الموقرة، ما قط أبدا ادخرنا أي جهد ودائما باتصال، والناس اللي قالت على الحكومة أنها ما اتصلت عليه والمحققين، وهذا هذا المحققين إيش عارفين اللي نعدلوا إحنا، وذو المحققين اللي قالوا هم ومن هم اللي قالوا، والبراهين اللي عندهم على أن الحكومة الموريتانية ما اتصلت شنو خالق ياسر من الأمور في الدبلوماسية يحتاج بعض من الكتمان وبعض من الحيطة السرية. وإحنا الموضوع ماسكينه ونعرف إن شاء الله على أن الخطى برهنت على ذلك، أن شيئا فشيئا الدور تحقق نتائج في هذا المجال اللي ده هو. نختار نقول على أن يعني ذكرت نائبة الموقرة الموضوع طرحت عليه الصبع، على أن نتقاسم تماما مأساة الشعب الموريتاني، ونتقاسم على الخصوص مأساة أسرة محمد الصلاحي ومأساته هو النفس، وأن أكثر من كل جهة يسوى هي شنو نعمل بجد من أجل أن محمد الصلاحي يأخذ المعاناة إن شاء الله. الحكومة وقيادة فخامة الرئيس وبتوجيهاته السامية وبرعاية وزير الأول مهندس يحيى الحدمي تعمل جادة من أن جميع الموريتانيين على مستوى حرياتهم
وعلى مستوى ممتلكاتهم وعلى مستوى نشاطاتهم، على أنهم يعودوا محميين ويعودوا موفر لهم الجو الملائم للاستفادة من النشاطات والاستفادة من نتائج السياسة الموحول فيها، وخصيصاً حرياتهم. أنتم تعرفوا الشوط الكبير اللي قطعنا في هذا المجال الحمد لله، وهذا تنحمد عليه النعمة. قال إن ولاد مقاع ما يحمد النعمة لين يمرقها. ونختار ونذكره على أن تأجيج بعض الأمور وعلى أن تصريح بأن الحكومة ما عدلت ولا وسات، وفي نفس الوقت اللي تعرفوا كاملين على أن هذه الحكومة وذكرت بها النائبة الموقرة النائب الموقر على أن ما ادخرت اي جهد يسوى شنو في سبيل ان الموريتانيين قاطبه يستفادوا من حرياتهم ويمارسوا النشاطات اللي يبقوا يمارسوها في اطار القانون، وانهم يجبروا ذوك النتائج ويتمتعوا بها. حكومة ما هي هي اللي سلمت للصلاحي، ولا هي 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 اللي سلمت غيره، ومن الساعة اللي تولى هذا النظام زمام الأمور في البلد، عندي عنكم تشهدوا بنا على جميع الأصعدة وجميع القطاعات، خصيصا مجال الحريات ومجال الدفاع عن المواطنين أينما كانوا. ظهر هذا في مجيبة المواطنين الذين عاشوا أزمات في الدول اللي تعرفوا، في اليمن مؤخرا وفي ليبيا وفي إفريقيا الوسطى، جمهورية إفريقيا الوسطى. وتعرفوا اللي يبذل الرئيس من مجهود في النوم كل موريتاني أينما كان في بلد يسوى هو شنو عنده معاناة يسوي ذاك الوقت مشكلته. هذا الناس كاملة تعرفوا، أنتم ما تعرفوا، وهذا لا من قناعة الحكومة وقناعة فخامة الرئيس على أن هذه حكومة حكومة الشعب، وعلى أنها ما عندها معنى إلين تعود ما هي واحدة في مشاكل الشعب، ويعود عملها من الصب في تسوية جميع مشاكل الموريتانيين، ولا فيها عظام من أنها لا تتعاتب الصبع، والله أنها لا تنسبب موضوع ما عندها فيه ناقة ولا جنة، وبادل فيه اللي تقد تبذل حكومة في موضوع كيفته. نذكر فقط بأن حكومة ما صل مجهودها من أجل صراحة أمل الصلاحي، ما زال هو اللي في هذا السجن، وإن شاء الله إحنا أمنا كيف فتنا سجلنا النتائج اللي تعرفوا، كيف فتنا حصلنا على النتائج اللي تعرفوا، النم اللي إن شاء الله نحصله فعلا محمد الصلاحي توفى معاناته، توفى معاناة أسرته الكريمة وذويه، ومعاناة الشعب الموريتاني اللي فعلا يتحسس كامل من قضيته، وعلى رأسها فخامة الرئيس والحكومة. شاكر السيد النائب على هذه الهدية الكريمة. اختار نقول عن فخامة الرئيس فات عاد عنده الكتاب يقرأ أحكام الله تزيد حكيم،
ودائما الكتب قاع اللي يطراو دائما لا يختار يعوده من قراءهم الاوائل. وفيه طبعا شخصيات اخرى تحب القراءه ودائما شي كامل طرات تختار لا تقراه تستفاد منه وتعود على الاقل على الاطلاع مما يجري. وشاكرك مجددا وشاكرك على إثارة هذا الموضوع اللي على كل حال لا يمكننا كاملين من أن نتحزموا أكثر وعلى أن نسعى أكثر في اللي موحول فيه إن شاء الله. وشاكر الجهات اللي رافض على كل حال العمل الحكومي منظمات المجتمع المدني والفريق البرلماني اللي مهتم بهذه القضايا والصحافة والجهات الأخرى سواء كانت هون في الوطن معانا والله خارج الوطن. ونختاركم لا تتموا اللي نقال لكم كامل لا تحقوا منه. وهذه الإشاعات وقال محقق على أن الحكومة كذا وقال محقق على أن الحكومة احنا باسم الحالة نعودوا معنا بقوة محمد للصلاحي والله ما نهدفوا له والله ما نعدلوا مثلا ذاك اللي وسعنا من اجل على انه هذا ما عنده اي معنى. احنا ما لنا خايفين من السلطات الامريكيه نكلموها في موضوع معين، ما لنا خايفين من حد على ان ندافع عن مواطن من مواطنينا وهذا حد سمعوا شك على ان الحكومه انها ضد مواطن معين وانها ما تبقي مواطن معين يعود سعيد ويعود اهله سعداء والشعب الموريتاني سعيد. وعلى كل حال انا نعتبر على انه فقط نوع من الحرص وعزه ان هذه المعاناه انها توفى يندال لها حد. ونعتبر على انه لا تشديد في اطار احكام محكمه لا تزيد حكيم غير ما يقدر يعود ابدا سبل الحكومه. وعلى كل حال اذا عاد سبلها نختار لا ندد به بالمناسبه ونعرف أنني ماني وحدي. شكرا جزيلا. شكرا شكرا سيد الرئيس. واعترف بجهود الحكومة الموريتانية واعترفوا أهله بجهود الحكومة الموريتانية في هذا الإطار اللي هو في الحكومة قامت بجهود مضنية من أجل أنه يرجع لأهله. كنت خاطر صاحبة السؤال لا تذمن مولي هذا الشيء اللي هو ثمن هذا المجهود اللي قامت به الحكومة. نختار نقول ان ايضا كيف تقالت هي ان هاي الحكومه ما هي مسؤوله عن تسليم محمد صلاحي يا غير بعد مولي ما هي لا تتدخر اي جهد لانه ان شاء الله يرجع لاهله كيف رجع صاحبه سابقه سالما غانما. نختار نشكركم السيد الوزير ونشكر من خلالكم الحكومه على تدخلها في الوقت المناسب لجلب مواطنينا في كل بلد اشهد ازمات وهذا الشيء مهم يعبر عن متابعه دقيقه للحكومه الموريتانيه لمواطنيها كاملين في الخارج. ونشكركم ايضا من هذا المنبر على انشاء مركز عمليات للطوارئ اللي لا يمكن ان شاء الله انكم تتابعوا مواطنينكم وان المواطنين ايضا اللي في الخارج يعودوا باتصال بكم. المعلومات اللي عندي ان هذا المركز ان فيه رقم مجاني لا يتم ان شاء الله المواطنين اي حد منهم تعرض المشكله اسوء هي شنو لا هي يتصل بحكومته ويحدثها عن موقعه وعن الاشكاليات وعن المشاكل اللي تعرض لها. نختار ايضا نشكر الحكومه ايضا ونشكر فخامه الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. شكرا السيد الرئيس. طبعا ارحب بالوزير ومعاونيه الكرام وشاكر النائب زينب متتقي اللي طات الفرصه تكلمت على الموضوع المهم اللي يشكل اهتمام كبير للموريتانيين كاملين. وطبعا ملي فرصه اني ننبه النواب الكرام والحكومه ان طرح الاسئله ايجابي لان يناول بصفه ايجابيه لانه لا ينير الراي العام وينير البرلمانيين على المجهود اللي قايمه به الحكومه
ولا هو ابدا ما يظن يفهم ابدا انه فيها روايات سلبيه والله انه عراك والله انه حرب بين البرلمانيين والحكومه، لان انا ارى ان عملهم متكامل. ولا فهم دليل اكبر على هذه الفرصه ان السيد الوزير جاوب جواب شافي وتام، ما أزلق في نائب ولا نقص منه ولا قال كلمة خاسرة. إذن هذا يا الله يعود الحكومة ذا النوع من الوزراء، تعرف أنه عنده التجربة يا الله وعنده المعرفة يا الله، وأنه إيجابي أنه يكون هو يا الله التعامل معه، ما هو يعود يكون تعامل إيجابي، لأن فعلا بعض من الوزراء اللي يجون هون شاكين أن هذا حرب وشاكين وذيقه وشاكين هم اللي لا صرقوا في النواب ان ذاك لا يعطيهم. هو قيمه الوزير اللازم مجهود خدمته لبلده وخدمته لحكومته وبرنامجه وسياسه، ولا يقدر ابدا تنقيص والله خاسرين قال منتخبين الشعب، يسوى المعارضه ويسوى اغلبيه. طبعا ثم انا مولي وامل كبير لان نوع من الوزراء انه دور ان شاء الله يرفع من مستوى الدبلوماسيه الموريتانيه، لانها هي الدبلوماسيه هي الوجه الاساس بالنسبه للبلد، لانها مكلفه بتعريفه في الخارج ومتكلفه بالدفاع عن المواطنين. واحنا موريتان شعب عايش من الخارج، لان فينا جاليات كبار هي اللي طبعا نشيطه وتقوم بياسر من تجلب لنا ياسر من الفوائد للبلد، وطبعا ما ودائما كانت تشعر بنقص كبير في التعامل معها وبتزوز كبير باتجاه الحكومات المتعاقبه على موريتاني. ودرك راجين ان الديناميكيه اللي وذا الوزير الجديد والطاقم اللي معاه انه ان شاء الله ذاك الوجه وذاك النقص اللي كان ملاحظ في التعامل في الجاليات انه يقلب عليه، لان فعلا انها دورها كبير في نمو البلد. نختار مولينا نسول السيد الوزير على احنا نعرفون دوله صغيره ما عندها كبيره حتى، وان نمونا مرتبط بنمو جيراننا اللي معانا وخصوصا ذو اللي قريب منا حتى، لان جنب ذو اللي منهم في الشمال دائما بعيد وبيننا معاهم، ذو اللي منهم في الجنوب قريب منا حتى، وإحنا ما بيننا لا يعود حدود قاعد دام ماطر شوي وكل ونمونا مرتبط بهم. نختار نعرف العواقب والله شنو هم الموانع. هذا موريتانيا قطعت تنتمي لسداو مرحله من المراحل وكانت فائدتها فيها كبيره. نختار نعرف شنو هم واليوم عندها معها اتفاقيات ايش يمنع قاع من الاندماج، بخصوص ان العاد كان عندنا تخوش ان يعودوا لا يجونا اجانب ما هم منا. اليوم عندنا حاله مدنيه نظلوا عاد معروفه ولا يجد حد يجي يكون حد معروف. إذا نتناول الجوانب الإيجابية من الاندماج بين أخوتنا اللي في الجنوب. نختار نعرف شنو هم علاش القرار اللي قطر رجع عنه، علاش ما هي يارك إنشاه من جديد ونرتبطوا بهذا الأورجانيزم اللي هو الأسيداو، لأن خصوصا أن عندنا ارتباطنا في الأو إن فيس رأينا فيه ياسم الإيجابيات. الشعب الموريتاني رأى فيه ياسم الإيجابيات، لأنه منظمة سورة جونال نشيطة ومهمة وعندها فوائد كبيرة لموريتانيا. نختار موريتانيا لازم تنضم له كامل من الجهات وخصوصا لا سيداو، نختارها يفعل ذاك الجانب اللي ذاكو اياك انه يعود لنا نمونا، يعود عنده اسس ايجابيه ويعود عنده يعود مركز على شعبيه كبيره وعلى قدر من الدول اللي قد يعودوا يتقاسموا معنا نفس المهام ونفس المشاكل. طبعا مثمن انشاء سفاره في انغولا، لان انغولا فيها جاليه موريتانيه متميزه واحنا معروفه وسمعتها طيبه مولي في البلد وجايه بقدر من المنافع. طبعا بعض من في النهايه في الاخير عاد فهم قدر من المضايقات شوي ما نعرف اسوسها شنو هم. نختاروا في المضايقات تشوفهم الوزاره وتوصي لهم السفاره اللي فهم لكن تسهل امور للجاليه من اجل ذاك الدور اللي كانت قايمه به في تنميه البلد ومن يعود يفعل ويعود ايجابي. طبعا اني اطالب بتكثيف الجهود ولو ولعت الحكومه ما هي اللي
اللي مشيوا لصلاحي طبعا عنده دور في يلا تقوم به في اسراع من 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 انه يطلص. طبعا ما قد نو موريتاني كامل يسوم انه ما يختار مواطن له يطلص. فاش قال الحكومه على كل حال ما يقدر حقها من ما قد مواطن اتهموها من الاتهام غير فعلا يقدوا لهم نواقص واللي انشار عليهم والله عدم مجهود. لكن مجهود نختاروا الحكومه تبذل اكثر وتكثف منه من اجل اطلاق سراحه هو وسراحهم هم اللي الاخوه الاخرى كيف اسحاق والمختار وسجناء الاخرين اللي عادوا اللي تعود قضيتهم ما هم عادين اجرام ولا لانهم كانوا يمارسوا مهام والله كانوا عادوا ونحكموا. نختار ذاك اللي قد تعدى الحكومه من مجهود طليص منه لا يتواصل. طبعا نعرف ان كيف قال السيد الوزير نعرف ان المجهود ما هو خاص بالحكومه. الحكومه تلعب دور يا غير مولي يلا احنا كبرلمانيين وكمجتمع مدني نكون وسائل ضغط على دوليه من اجل اصلاح صراحه واعلاء الحق. لان طبعا جهد الدول صنت قاع هو اللي جاي من المجتمع المدني واللي جاي من البرلمانيين يعني يعدلوا هيئات ضغط كبيره وتطرح القضايا على مستوى نوع البرلمانيات الدوليه في امريكا والجهات الاخرى من اجل ان ذاك المجهود اللي معدل الحكومه نكملوه احنا ونتحماوا ليه ياكلنا اعلاء الحق وطلاص صراحه الجميع والصلاحي والمختار واسحاق والمختار. في النهايه شاكر النائب زينب بن متقي لإطاء الفرصه وشاكر طبعا السيد الوزير حمادي والميمو ونختاره.